نايضة اخوتي العزاز، نايضة يا اخوتي المشاهدين، نايضة نايضة نايضة، وما كاين غير الله يقرب لها، وما كاين غير الصراخ والبكاء، وما كاين اخوتي على الفلاشة الفلاشة الفلاشة. السلام عليكم اخوتي العزاز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واتم الصحة والعافية، لا نتوما الناس اللي جات عليكم. كنتمنى من المهمات ديالي اخوتي وخواتاتي يعطوني على اللايكات ديالكم، على اللايكات ديالكم، والله يحفظكم لي اخوتي، والله يخليكم لنا تاج فوق الراس. كما شفتوا اخوتي ما كاين هاد السيمانة الله يسر، غير فضحني نفضحك على القنابل، غا الفراشه شي كيفرشي. وتبارك الله واحد القضيه غادي نقول كلمه حق، تبارك الله على سميره مربوحه، تبارك الله عليك، اعطيتي ووفيتي للبقاق الخانزه وريتي اش كتسوى، تبارك الله عليك. انا كنت واخد منك موقف على الشهاده ديالك مع الاخت ديالك، ولكن عجبني الحال، اعجبني الترشيم بالقافيه. يحسب لك هذه سعاد مسكينه، يحسب لك هذه سعاد النيه، يحسب لك هذه سعاد الشخصيه الضعيفه درويشه مع من طحتي. وكذلك ما يفوتنيش نشكر طاتي الروباله اللي غندوز نسمعكم دابا اخوتي، غتسمعوا الترشيح على حق وطريقه. وتحيه لك الروباله، راك عجبانه، لا انت لا وفاء مدريد، لا ميستيكا، لا خالتي فاتحه شهبون، لجميع الاخوات اللي كيطلعوا دابا في المنصه، تحيه لكم المرأة المغربيات الشريفات العفيفات المناضلات، ما حدكم غادي على كلمه حق. دابا واش هادوك البنات وقيل كاين شي واحد كتمزوجاه به قبل هذاك اللي دخل للزليليك في اسبانيا، فهمتوا؟ ايه شوفوا الحباب ديالي، انا غادي نجيب لكم الدليل. انا قلت للجنود الخفاء ديالي الله يخليهم ليا، قلت لهم انت شيرو انت خليكم اللي بغى يسمع الترشيم على حقه وطريقه من عطاتي الروباله. اخوتي تعرفوا الحقائق اللي غيخرجوا دابا، سمعوا سمعوا مزيان، شيروا في اليوتيوب وفي الواتساب وفي دوك الاصحاب والاصدقاء اللي كانوا قال لك تيعرفوا في زلينو خلفينو يجيبوا لنا الاخبار ديال الزوج اللي ولدت معاه دوك التويميات. برافو برافو طاتي الروباله، برافو عليك، برافو 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 طاتي الروباله. هادشي اللي بغينا، واش كل وحده واش مع الراجل الاول اللي ولدتهم، اولا مع الراجل اللي سيطرته للحبس، اولا اللي سيطرته للقبر، حيت هي راه جوج مسيطرين للحبس، واحد سيطرته للحبس وواحد للقبر وبكريشه. صافي هادشي اللي عطل الله. صافي. قالت بالفم ديالها. ايه. انها سمحت في ولادها. ها. وانها عاد ولدت من جديد بعد الولاده هي وبناتها، هي وبناتها. ها. هي وبناتها. فهمتوني؟ المهم الحباب ديالنا غادي نجيب لكم الدليل، كونوا هانيين كونوا هانيين. برافو. الشيطة على حبابك. سمعي من عند الروبالة، الشيطة على حبابك المدلولة. الحزب ديالنا تقواه، ولاد الشحيبر تقواه، الروبالة سميرة، واش هاد الخير فاض علينا؟ الخير اخوتي ملي كيجي كيجي في دقة واحدة. كملوا. الشيطة على حبابك النصابة الشفارة الخبيثة الرخيصة. شفارة النصابة الرخيصة بصوت الروبالة، مولات الشرجورات الفاسدة. ويلي اختي انت قاعدة رجالة اختي، ومازال ما لقيتيش شي واحد عليه الإيمة. راها مدودة يا الروبالة، راها مدودة، راها قالت أنا مدودة وفيا الدودة، راها قاعدة في فمها الروبالة. يا امي امسي يا اختي، صاحبة الدبلومات، يا صاحبة الدبلومات، قال لك سبع صنايع والرزق ضايع، وانت فاشلة من يومك، فاشلة من يومك. برافو. تبهدلتي في اليوتيوب. ها. تشوهتي في اليوتيوب. ها. وحتى دوك البنات التويميات غيتشوهوا معاك. ها. خليتيهم وتخليتي عليهم. صدق الحق صدق الحق صدق الحق. على سلامتنا على سلامتنا طاطا الروبالة تفوسخت لينا، على سلامتنا. وهذا هو النهار الكبير اللي وليتي في الحزب معنا وكتشرشمينا في البقيقة، حيانا الله. تشفنا الروبالة اللي كانت كتدافع عليكم مدافعة شرسة، تقصف ولا تبالي. رميتيهم، رميت لك كلاب الكلبة مش حشومة عليك. كاين شي واحد يسمح في ضناه؟ لا انا غنولي مصريه كاع دابا. كاين شي واحد لا يا فزلينو يا صاحبه الفزلين يسمح في ضناه؟ علاش علاش هادشي علاش؟ على الفلوس،
علاش؟ على ود الادسنس، على ود انك تجي اليوتيوب وديري فضائح وتضربي في الاسر المغربيه وتنشري لنا العهر والفساد، برافو، وتضربي لنا القيم والمبادئ. برافو الرباله. هادشي ما كيعاقبش، ما كيعاقبش عليه الله فعلا. عيب وعارك يا الشيطان على حبابك. الشيطان على حبابك اللي نكروك، الاهل ديالك نكروك، ما بقاوش كيعترفوا بيه. يا ربي حياني الله، حياني الله. توي تسمع الروبه اللي كانت تقول لها السريعه بنت القاع والباع والشمع من دراع والدينا محترمين، والدين السريعه محترمين، دوله الشيطان على حبابهم مدلوله. كملي الروبال الله ينصرك. مشيتي لعندهم؟ حنا ما عرفناكش مشيتي لعندهم ولا مشيتي كريتي تسطح سطح تما مع الزوافريه، ما عرفناك اش درتي، ما عرفناك، لان ما يمكنش وما يمكنش على الاقل نسمعوا صوتهم يديهم رجليهم، فهمتي؟ والو ما شفناك حتى شي حاجه نهائيا، متبريا منك. ها الشايطه على حبابك دليله، انت مدلوله بروماكس الروباله، بقات تقول المدلوله بروماكس البعبوله المدلوله، مدلوله وشيطه على حبابها دوده. وهاد الشارجورات اللي تزوجتي بهم كاملين والو هادي هي الفيقه العايقه القاريه. اش قاريه؟ واخا عييتي ما تقراي والو في النهايه. اش درتي؟ والو. اش درتي في حياتك؟ ها اش من انجاز وصلتي ليه؟ اش من انجاز؟ ايوا راه وصلت لواحد الانجاز كبير اودي الروباله. الله يهديك الروباله، الله يهديك الروباله. وصلت انجاز كبير سريعه، تزوجات لنا بوكريشه ديوتي، حرضات على العقوق، وصلت لنا الجهاز التناسلي ديالها، صورت لنا المؤخره ديالها، تاجرات بنات سعاد. هذا راه انجاز بالنسبه لها هي، لان هي بحال الكتله ديال الشر اللي دازت من حداها ودي الروباله كطليه. هادي واحد بنت الحرام قطره، نتوما درتو فيها الخير وعايرت لكم مواتكم، نصبات عليكم. مددة بالسجن، شنو ربحتي كاع؟ شنو ربحتي؟ ملاليم زعما هذاك الأسن زعما راكي واو راكي مطفراه دابا، مطفراه عطيه غيمشيولك، غادي يمشيولك غير في الدواء. وغادي يمشيولك غير في خلا دارك، لانه فلوس الحرام. وقال لك بوكريشه جريتي من الحرام الى الحلال. شنو الحلال؟ الا كان هاد الزواج هذا باتفاقيه انكم غادي تخدموا، غادي تخدموا في اليوتيوب وتضحكوا على الناس وتثيروا الجدل بالعفن، اذا النيه في الاول ديال الزواج ما كايناش، ما كانتش النيه خالصه. برافو. قالت وفاء مدريد، اذا داك الحمل. تحيه كبيره الاخت وفاء مدريد، تحيه لاختي كبيره عزيزه وغاليه، وكيعجبني المداخلات ديالها الصراحه عند الروباله. كما قالت وكما حنا الهضره قلنا حنا شحال هذه، ان بوكريشه ما عجبوش الحال، وحنا لحد الان راه باقيين كنشكوا في الولايه ديال زنوبه، ما عجبوش الحال وما باغيش السريعه تولد معاه هو. قال الخدمه الصح انت تا بوكريشه قلبتيه باش تشديه باش تجلسيني تاجري بهم كما هما كيتاجروا بيك، ولدتي مسكينه زنوبه الضحيه اللي كتاجري بها وكتخدمي بها في اليوتيوب. فعلا نداء هي الحقيقه، هذه هي الحقيقه. ايوا دابا نصيحه من عند الروباله، ايه بما انك كاريه، كاريه وكتدخلي الادسنس باثاره الجدل بالعفن وبالشوهه وبالتبهدله يا شفاف اليوتيوب، حرام عليك. سير جيبي دوك التويميات، دابا راه كتفضحتي وتشوهتي. صافي بصح، لا طلع طاح، حنا هضرنا كلشي عارفك والد التويمي، جيب بنياتك الله يلحشهم عليك بالله، والله يلحشهم عليك. كيفاش بنياتك مساكن يشوفوك وغيكبروا وغيشوفوا هاد الفيديوهات سامحه فيهم؟ حنا عارف البنات صغار كيحتاجوا للام ديالهم، سيرتو البنت تكون متقربه من الام ديالها وتعاود ليها، وهذه الام قال لك البديله ديال. صافي قولي لبوكريشه بان راه كلشي عرفني بانني عندي بنياتي سامحه فيهم. ها. وصافي حطي العائله، راه العائله نتعارفه من الاول امام الامر الواقع، وجيبي بنياتك. حنايا والله القسم حنايا ما نقولوا لك والو، حنايا مع دوك البنيات كلنا التوأم، كلنا التوأم، كلنا التوأم،
الضحيه ديال الام المهمله. كتبوا كتبوا لي كلنا الزوام. كلنا بنات سريعه، كلنا بنات سريعه. نداء اللي شاف بنات سريعه يجيو مع امهم، راه سريعه سامحه بناتها. عندك نداء بالميكرو جينا غادي يدقوا عليا. الضحيه ديال الام المهمله خلفينو، اش غادي تخلي لهم؟ دخلنا عليك بالله لا دوك التويميات ولا مسكينه زنوبه. ها الرشيف الرشيف يندى له الجبين، يندى له الجبين. قالت لك تكلمت على الارث الثقافي. والله الا تكلمت على الارث الثقافي، وهذا هو الارث الثقافي اللي مخليه لولادها. هذا هو الارث الثقافي. ناري وليت كنشفق عليك، والله الا وليت كنشفق عليك. دابا كيفاش دابا غتفسر لينا؟ والله القسم سوبستان، دابا هاد المقاطع هادي يعني دابا شوفي الروباله، خلي لينا دابا غزين على جنب، دوري شرشمينا العاقه واحد شويه. يا ويلي يا الداسرة باش مجوجه. وراه قالت لي البقه بانه كيضرب ضريبات. مسكينه قبل على كل شيء المدوده قبل على كل شيء، ولكن حتى هو ماشي راجل. منين انه كيسمع الخبره ديالك في المحكمه، منين صردت الاستاذ الروقاني. والله القسم كانت فيه الدم يبقى مع مشوهه فعلا، مشوهة بدات صغيرة، بدات كتهز الكورسات. وكانت ديك العائلة نيت محترمة، والله ما تخليك انت امرأة على عنقو. اويلي تبقى بلاكة مسجلة مدى الحياة. ايوا يا العاقة يا المسخوطة ديال العالمين. انا كنشرك. قالت لك علاش دبستي مع صاحبتك وحنا تصالحنا انا وصاحبتي. فهمتي؟ نادية المراوي، تحية نادية المراوي. دابا انت اللي غادي نطلع عليك الاسنسية المدودة. يا باك يدير العادة السرية وانت ديري العادة السرية. واش كنتي كتشوفي باك يدير العادة السرية وتعلمتي منه؟ ولا كنتو كديروها اونسومبل؟ شنو اختي؟ روبال انا ما فهمتش انايا. واش باك يدير العادة السرية؟ انت ديري العادة السرية. سميتي كتهي كدير العادة السرية؟ راه عائلة مكبوتة. ودي السرية ودي الروبالة، عائلة بصبع هادو، ماد عائلة بصبع. الأب مكبوت، البنت مكبوتة، الجدة مكبوتة، الله يستر وصافي. مدودين، عمك بيدوفيلي، شي هاد العائلة العرة. يا سمعتي يا الدصر، راني كنشرك وما كاينش اللي غيفكك مني. سمعتي ولا ما سمعتيش؟ سمعتي؟ أكيد. أنت في حالك ما يهضرش. فوالا. ما يتكلمش. أنتي؟ انتي شفاف، شوها شيطان، انتي طواليط. شحال من واحد داز عليك الطواليط؟ شحال من واحد بال فيك ومشى الطواليط؟ شحال من واحد؟ سمعتي؟ جفاف وغنجف بيكم اليوتيوب. هاكاك عطيهم وغادي نطلع المكان ديالي. فوالا. سمعت واش الشفايف ديال اليوتيوب؟ انتي مازال 19 عام ووليتي طواليط خلاص. لا تساوي شيء. البنيات قدك مازالين عذراء، فهمتي؟ مازالين كيقراو متبعين قرايتهم. فعلا. سمعتي يا الطواليط؟ سمعتي يا الطواليط ديال مدينة فاس؟ سمعتيني؟ سمعتوها. خذي لماك. يلا يلا خذي لماك. عطيها. وانت يا الديوتي ديال راجلها. ايه. والله القسم الى من انت راجل باش تبقى انك مسجله عليك بلاكه وعاد غتجيب لك ولد ولا بنت ضحيه. يبقاو يسبوه صحابه ولا يسبوها صحابتها في المدرسه.
نيشان. يجيب لك ضحيه وانت اصلا ما تستاهلش انك تجيب ولد مع هذا خيتي اللي درتو المنكر انت وياه. فهمتوا اش غتعاودوا لولادكم؟ قالت لك غتفتخر بيه وغتعاود الولاد. اش غتعاودي لولادك المعصيه؟ كبرتي اش غادي تعاودي لولادك؟ شنو غادي تعاودي؟ تعاودي بقيت سنتيمات غتعاودي ليهم خلفين؟ شنو غادي تعاودي؟ اش غادي تعاودي؟ غتعاودي بانك الدكتوره قالت لك سيري شري الدواء داوي راسك لانك فيك فيروسات وميكروبات. انا ريت اش غادي تعاودي لولادك؟ اش غتعاودي؟ اش غتعاودي وانت خانزه؟ خانزه ايوا يا باباك ما كان غطرش التصرفيق كان مسمم غطرش التصرفيق عطيها سمعتيني يا يعرت البنيات يعرت الشابات اللي في مقتبل العمر. Find your perfect stay on the booking dot والرجال غادي يحفاو رجيلاتهم باش يخطبوهم ويتزوجوا بيهم. هذوك المرضيات الربالة. سمعتي المدلولة؟ ها سمعتي المشروكة؟ وخوضي يلا اختاري لك احسن يا اختي حط في ديك الخربة ديالك ديك الخربة ديالك يا ونطحي لك الراس ما ناوي عطيه. سمعتي؟ سمعنا سمعتي؟ اما كنتي انتي عند طاطاك الروبالة وكراني ربيتك يا مو فخام يا مو تراتر يا مو كرش سيري ديري الحل لراسك سيري ديري لك الشيرية لا الرياضة تيا صافي انتي ولا ميؤوس منك. والله إليك بارك عليك الروبالة أعطيتي وفيتي الروبالة وتبارك الله على الروبالة وما كاين محسن من الروبالة وكلنا الروبالة وتحية الروبالة والمنصة المحترمة وتحية كبيرة لسميرة. سميرة اللي كتشرشم صراحة تقصف ولا تبالي غير هادشي ما خاصوش يبقى في المواقع خاصة شي طبق على أرض الواقع. إلا عندك شي ما تعتقي سير عتقي بالشهادة ديالك وقفي مع الأخت ديالك راه ما يشوف قال لك الحامل خنس كيهزو ماليه وما عمر الدم ما كيرجع ما تقدر بينك وبين سعاد مشاكل وهذه كره كتبقى انت اختها وانت اللي خاصك تفرق مع اختك وتساندي اختك. شي كون درتي هذا الشيء من الاول وساندي اختك وقلت معها بحال هكا من الاول غيكونوا اكتفى عامرا واحد شويه. انت خليتي اختك مسكينه كتمرمد ولكن وني جامي تخو طاغ عطيتي وفيتي ديال البقاق وبردتي غديدي واش كندير لايك بالري طري ليا. برافو 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 وتحيه للمتابعين ديالي عزاز الى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش يا خوتي اللايكات وضربوا التعاليق والبارطاج تحياتي لكم.